أنواع السحر كتيرة، لكن من أشهرها وأكثرها شيوعاً ثلاث أنواع. سحر الخوف، والسحر ده بيخلي الشخص المصاب بيه يشعر بالخوف دايماً، خايف من كل حاجة. الموت هو شغله الشاغل، بيخاف من أنه يعيش لوحده والناس تموت، أو يموت ويسيب كل الناس اللي بيحبهم. بيخاف من مراته، بيخاف من أصدقائه، بيخاف من جرس الباب. سحر فظيع بيخلي حياة الإنسان جحيم، كونه يبدأ يخاف من كل شيء مهما كان بسيط، ده بيبقى مرض سحر الخوف. سحر الفشل واليأس والفقر، اللي بيعملوا النوع ده من السحر بيبقى هدفهم ان المصاب بيه يعاني من الفشل حتى لو كان في قمة نجاحه. والفشل مش معناه فشل دراسي بس، لا ده فشل في الوظائف كمان. سحر الجنون، بعض السحرة والعياذ بالله بيلجأوا لتسليط الجنون على الإنسان من خلال الجن، وفي بيتمركز الجن داخل مخ الإنسان ويصيبه بالجنون. في البداية بيكون مصاب بالشرود والذهول والنسيان ويتحول إلى الجنون. أول تجربة معانا النهاردة بعتها لنا عامر وبيقول فيها: أنا كنت شغال من حوالي كام سنة في نقطة إسعاف على الطريق في منطقة صحراوية بعيدة جنوب مصر. نقطة الإسعاف دي بتبقى عبارة عن وحدة أو مبنى استراحة ومعاه جراج بيكون جواه عربية الإسعاف، بحيث لو أي حادث حصل على الطريق نلحق نساعد وننقذ المصابين. في اليوم ده أنا رحت مكان زميل ليا لأنه كان مسافر، ودي كانت أول مرة أروح فيها المنطقة دي. زميلي اللي هستلم منه المكان قال لي لو الباب خبط اسأل الأول مين اللي بيخبط قبل ما تفتح. المنطقة دي كانت من المناطق البعيدة والنائية زي ما بيقولوا. المهم في الليلة دي حوالي الساعة 1 بالليل سمعت خبط على باب الاستراحة، وسمعت راجل بينادي وبيقول لي افتح في حادثة على الطريق. قمت بسرعة وفتحت الباب، شفت راجل واقف في الظلمة ملامحه مش واضحة، سألته هي الحادثة فين؟ قال لي مش بعيدة عن هنا حوالي 5 كيلو. قلت له ثواني، وقفلت باب الاستراحة وخرجت معاه أجيب عربية الإسعاف، ومشينا شوية وبدأت أقدر أميز وشه. اترعبت، راسه كانت متعورة أو فيها خبطة مميتة، مستحيل حد يكون اتخبط الخبطة دي وراسه بالمنظر ده ولسه عايش. وقف وأنا ماشي، فأنا وقفت وخايف أتكلم، لقيته شبه سرح كده مع نفسه ودخل في جوانب في الصحراء. وقفت أتأمل اللي بيحصل وأنا في قمة خوفي. رجعت على الاستراحة وقفلت علي الباب من الرعب، مرضتش أحكي لحد علشان محدش يقول علي جبان، وده من تأثير الخوف. بعد 10 أيام ولما رجع زميلي سألني في حاجة حصلت معاك، حكيت له الموقف، لقيته ضحك وقال لي مش أنا حذرتك ما تفتحش الباب على طول وتسأل الأول مين اللي بيخبط؟ قلت له ليه هو إيه؟ قال لي على فكرة ده عفريت سواق عمل حادثة من كام سنة ومات في المنطقة دي قبل ما تتعمل هنا نقطة الإسعاف، وظهر لأكتر من حد وظهر لي أنا كمان، بس هو تقريبا ده بداية التعارف بينكم. وما كانتش دي المرة الأخيرة الحقيقة، وشفت حاجات زي كده كتير، وتقدروا تسألوا اللي بيشتغلوا في موضوع نقطة الإسعاف دايما هتلاقوا عندهم حكايات كتير. نروح لهاني من اليمن بيقول: الموضوع ده حصل في قريتنا زمان قوي، كان حصل مشكلة بين عيلتين وحصل ضرب نار وشخص مات. جات عيلة الشخص اللي مات عاوزة تطار من اللي قتله، وحصلت محاولات كتير للصلح بس عيلة المقتول رفضت وتربصت بأحد الأشخاص من العيلة التانية وقتلته. بيقال إنها قتلته ظلم وإنه ما كانش هو القاتل الحقيقي، قتلوه بالليل وأخدوا الجثة ودفنوها في منطقة بعيدة. المنطقة اللي اتقتل فيها ونزل فيها دمه لما كان حد بيعدي قدام منها بالليل كان بيسمع صوت أنين وألم. أول حد سمع الصوت ده كان أحد العمال وكان راجع من شغله بالليل، بيقول سمعت صوت حد بيئن من الألم وكأنه بيطلع في الروح. الأنين استمر كام ليلة وسمعوا أكتر من شخص لدرجة أنه كل مشايخ البلد اتجمعوا علشان يشوفوا حل. واحد من كبار ومشايخ البلد كان عمره فوق 100 سنة قال لهم دقوا مسمار حديد فوق بقعة الدم بتاعت القتيل. عملوا كده ومن بعدها اختفى صوت الأنين ومبقاش حد يسمعه مرة تانية. لحد دلوقتي المكان موجود وفوق منه المسمار الحديد المدقوق،
وأحيانا لما بنعدي من هناك بنقول كان في هنا حد مظلوم واتقتل. إن كنت مظلوم ربنا يرد لك حقك، وإن كنت ظالم فأنت دلوقتي بتجني نتيجة عملك. حاولت أعرف بأكثر من طريقة موضوع المسمار ده وكانت الفكرة إيه، لكني ما عرفتش. لو حد فيكم يعرف إيه السر أو إيه العلاقة يكتب لنا من فضلكم في التعليقات على جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك. نروح لأمينة وتجربتها بتحكيها وبتقول من زمان كنت دايما أسمع عن الجاثوم. وبصراحة كنت مفكرة إن كل ده مجرد مبالغات والموضوع مش هيخرج عن كونه شوية كوابيس، وكنت لما بسمع حد بيقول إنه تعرض للجاثوم كنت باخد الموضوع بسخرية، لحد ما في يوم صحيت بالليل على هزة شديدة في جسمي كأن حد بيهزني وبيرجني. حسيت إن جسمي كله تشل رغم إني كنت قادر أشوف كويس. شفت قدامي شخص قصير جدا، ربما يكون قزم أو من قصار القامة، ملامحه لحد دلوقتي مش قادر أوصفها. كل اللي أقدر أقوله إنه كان مرعب جدا، ما كانش بيتحرك، كان بيبص لي واقف زي الصنم، ولكن ما كانش إنسان علشان أكون يعني واضحة في تفاصيل وصفي. حسيت بضيق في التنفس وبشيء ضغط على صدري، بقيت أتنفس بمنتهى الصعوبة، حاسة بخنقة. حاولت أصرخ علشان أي حد من أهلي يجي يساعدني، لكن لساني كأن حاجة باردة ماسكة فيه. الجسم أو الكيان ده بدأ يميل بجسمه ناحيتي ويقرب من ناحية رقبتي. حاولت أمسك أعصابي وأقرأ قرآن. صحيح أنا كنت حاسة أن أنا بقرأ ببطء شديد، لكن قدرت أحرك جزء بسيط جدا من جسمي وفي الوقت ده اختفى. الأيام اللي بعد كده الجاثوم ده كنت بشوفه بس على فترات متقطعة، بمعنى ممكن شهر كامل ما يظهرش ليا، وممكن يظهر لي في أسبوع واحد مرتين أو ثلاثة. قللت فترات نومي علشان ما أشوفوش، كنت قربت على الجنون وبدأت أتصرف وأعمل حاجات وانساها. قلة النوم خلتني أفقد تركيزي وأبقى عصبية جدا، وخصوصا أن كل مرة يظهر لي كان بيخنقني أكتر. والدي أخذني لأحد المشايخ علشان يعالجني، وصف لي تركيبة عبارة عن مزيج من العطور والزيوت أدهن بيها جسمي قبل ما نام. عملت اللي قال عليه، لكن بصراحة كان من غير فايدة. استمر في الظهور وفي تعذيبي، بقيت أخذ أدوية مهدئة. استريحت شوية لحد ما، وبعد فترة قلت رؤيتي للجاثوم، لكنه لسه موجود. اسمحي لي أشاركك في موضوع الجاثوم ده وأحكي لكم على تجربة مريت بيها زمان، وممكن أكون حكيتها لكم ونسيت. الكلام ده ممكن يكون في فترة 2007-2008. ما كنتش أصلا بدأت أحكي رعب سواء على القهوة أو أي حاجة تانية، في برنامج على القهوة يعني. القصة إن أنا كنت بشتغل برامج تانية عادي جدا في شغلي القديم، وكنت مستقل بحياتي وعايش لوحدي لفترة. صحيت في مرة من النوم، كنت عايش في تحديدا في 6 أكتوبر، على خنقة وعلى قلبي بيدق بسرعة جدا، وعلى إني حاسس إن في حد في الأوضة، كان موجود في الأوضة وخرج وأنا بفتح عينيا. مجرد ما فتحت عينيا هو خرج. عايز أنطق، عايز أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، عايز أقول يا رب، مفيش أي حاجة. كل اللي أنا حاسه إن ده هو قبض الروح أو دي نهاية حياتي. فضلت مش مستوعب، ودي كانت أول مرة وعمري ما بنساها. فضلت مش مستوعب اللي بيحصل لحد ممكن مر دقيقة أو أقل، لكنها مرت عليا قسما بالله ولا كأنها ساعات متواصلة. عارفين أنا عملت إيه؟ أنا طلعت في الصالة بتاعت البيت وفتحت باب الشقة على الآخر، وقعدت على الكنبة لأني كنت حاسس إن هو ده قبض الروح وإن أنا هموت، وكنت كل اللي تفكيري فيه إن أنا ما تسابش في البيت ميت يعني. وكانت دي البداية. أصبت بعدها بصراحة بحالة نفسية سيئة جدا، ووصلت لمرحلة إن أنا حرفيا أقسم بالله زي ما بقول لكم أنا كنت بعيط.
يعني انا دلوقتي احمد يونس اللي بحكي لكم، انا كنت بعيط حرفيا كل ما افتكر الذكرى دي، لان كانت تجربه انا مش فاهم ده ايه، مش فاهم ومحدش شرح لي ده ايه. كله بقى يقول لي انت تقلت في الاكل قبل ما تنام، انت جالك ارتجاع ما اعرفش ايه، كلام بقى كتير وما بقتش فاهم. بدا الموضوع بقى يجي لي على فترات متقاربه جدا، لدرجه ان انا وصلت لمرحله واقسم بالله ده اللي حصل، انا نمت جنب والدتي من الخوف. ربنا يديها الصحة ويخليها رب. انا قلت لها انا هنام يعني انا سبت بقى بالمناسبة شقتي اللي كنت عايش فيها لوحدي، ورجعت عشت بعيد عن مقر شغلي مع في بيت والدي ووالدتي، وبقيت اقول لماما انا هنام في السرير معاكي، انا خايف. وما فيش فايدة، بقى يحصل ويتكرر. ومرة مش هنساها، صحيت على نفس التعب، عايز اصحي حد مش قادر. تخيل امي جنبي ومش قادر امد ايدي اصحيها. اللي حصل ان انا قدرت اتحرك، طلعت اجري فتحت باب البلكونه وقعدت. بعد كده بقى بيجيلي على فترات متباعده يعني، وحتى لما بقى يجيلي خلاص عارفين اللي هو ايه، يلا خلص المهمه بتاعتك انجز عشان اكمل نوم. وحصل في مره زي ما حكيت لكم قبل كده ان هو جالي وكان ابن اختي قاعد ماسك الموبايل بتاعه وبيلعب، فخاف مني لما بدات بيقول لي بدات تطلع اصوات. فبعد كده انا ضحكت يعني ونمت، او هو اللي نام في الفتره دي. وبعد ما نام جاله اتنقل له الحاله وجاله الجثو. نرجع تاني نكمل التجارب بتاعتكم. السيد منصور بيحكي ويقول من حوالي سنتين تقريبا نقلنا بيت جديد، كان في منطقة هادية وجنبنا كان بيت، والمنطقة فيها عمار بس كان في بيت مهجور في وشنا او في وش بيتنا مباشرة. البيت ده كان قديم وكل ابوابه وشبابيكه مفتوحة طول الوقت، ولما نبص جواه ما تشوفش غير الضلمة والعتمة. بالنسبة لي الموضوع عادي ومش مخيف ولا حاجة ولا مركز معاه ولا في دماغي. لكن في يوم كان ابني الصغير متعود دايما انه ينزل يلعب في الشارع مع الاطفال اللي في سنه من ولاد الجيران وغيرهم. فمرة لقيته راجع وكان متعور وبيعيط. سألته ايه اللي حصل لك ومين اللي ضربك كده؟ قال لي صاحبي زعق لي وضربني. قلت له صاحبك مين؟ وديني ليه؟ نزلنا من البيت لقيته ماشي ناحية البيت المهجور. قلت اكيد البيت اللي جنب منه، اكيد يعني مش رايح ده. لحد ما لقيته رايح ناحية البيت المهجور فعلا وبيدخل. قلت له انت رايح فين يا ابني؟ شاور لي على البيت. وقال لي صاحبي عايش هنا. قلت مين صاحبه اللي عايش هنا ده ازاي يعني؟ فقلقت بصراحة ان ابني ممكن يكون بيدخل يلعب في المكان ده، وده كان غلط مني انا مش متابعه بصراحة واعترف بده. المهم بصيت جوه مفيش حد، خرابة تراب في كل حتة، الارض مليانة حشرات وريحة وحشة جدا زي ريحة المجاري والصرف. قلت له انت متأكد ان في حد جوه؟ قال لي والله يا بابا ده حتى عارف اسمك واسم ماما. قلت له شكله ايه؟ قال لي شكله عادي زي اي ولد، بس هو لما بيسلم عليا دي ساقعة قوي، ولما بيجي يلعب معايا ويمسكني بلاقي ايديه وجسمه سائع وبارد جدا زي التلج. بصراحه انا خفت وقلقت، اخدت ابني في حضني ورجعت البيت وطلبت منه ما يروحش هناك تاني، وقلت مش هينزل خالص. تاني يوم انا رحت البيت ده وجبت خشب ومسامير وقفلت كل الابواب والشبابيك بنفسي. كان قلبي مقبوض جدا. بعد ما عملت كده بدات يجيلي حاله من عدم التركيز والتوهان، حاجه زي وش في دماغي. تاني يوم بالليل كنت طالع افتح الشباك، بالصدفه شفت اتنين ستات واقفين في البلكونه بتاعه البيت المهجور، وكانوا بينشروا هدوم كلها سودة زي بتاعه العزا والمياتي. خفت جدا ودخلت جوه وقفلت الشباك. قعدت مع مراتي نتكلم، وفي وسط الكلام النور قطع وسمعت صوت عراك قطط، بس اللي بيبقى مخيف ده، بس صوت القطط زي ما يكون كان جوه الشقه. النور رجع بعدها على طول، لقيت مراتي بتقول لي ايه اللي في دراعك ده؟ بصيت على القميص لقيت خط دم. قلعته بسرعه، لقيت خربشه طويله في دراعي من تحت كم القميص، معرفش امتى وازاي، ده انا حتى ما حسيتش بيها. مراتي قالت لي تلاقيك اتخربشت في بدايه اليوم وما حسيتش بيها. قلت احتمال. فضلت سهران وما كانش جاي لي نوم، بس نمت وانا قاعد. ولما نمت حلمت ان ابني قاعد مع طفل غريب، ولقيت نفسي بجري وفي كلب اسود كبير بيجري ورايا وبيحاول يعضني، لكني ما قدرتش
يعني أجري أكتر من كده ووقعت وخربشني في دراعي. قمت على صوت مراتي وهي بتسمي الله. كنت قايم مفزوع وحاسس بخنقة وحاسس إن رجلي وجسمي وكتافي كلهم وجعيني. مراتي قالت لي سمعتني وأنا بصرخ، وكانت هي في البيت من بره يعني، وجات على صوت صرخاتي. فضلت على الحال ده لحد ما حاجة أوحيت لي إن أنا أشيل الخشب اللي حطيته على الشبابيك والأبواب. خلعته كله، ومن وقتها ما حصلش حاجة، بس كان القرار إن أنا لازم أخد ابني ومراتي ونمشي من المنطقة دي. تجربة سلمى بتحكي وبتقول: من مدة رحنا نقضي أجازة الصيف في مدينة اسكندرية. المنطقة اللي نزلنا فيها كانت جميلة، ومعظم بيوت المنطقة دي بيتم تأجيرها للمصيفين، وخصوصا أنها قريبة من البحر. قعدنا أول يوم وتاني يوم، وفي تالت يوم دخلت أنام حلمت إن واحد عجوز دخل عليا الأوضة وعمال يشدني من إيدي ويقول لي: قومي قومي. وانا في الحلم كنت خايفه منه جدا ومش عارفه اتصرف او اعمل ايه. صحيت مفزوعه، رحت المطبخ شربت ميه ورجعت تاني، حاولت اكمل نوم بالعافيه نمت. اتكرر الحلم تاني، بس المره دي الراجل كان واضح عليه انه خايف وفضل يسحب ايدي ويشدني ويقول لي: تعالي معايا تعالي معايا. كنت بصرخ وبقول له: انت مين وعاوز مني ايه؟ وما بيردش، هو عمال يسحبني وخلاص. وصحيت، فضلت قاعده على السرير اقرا قران لحد لما هديت. فتحت التليفون وقلبت فيه شوية ضايع وقت، سمعت أذان الفجر، طفيت النور ونمت. للمرة التالتة اتكرر الحلم، بس المرة دي فعلا قدر يشدني ووقعني من على السرير، ولقيتني بتسحب برا الأوضة. ووصلت عند عتبة باب البيت، وقبل ما يفتح الباب ويطلعني برا أنا صحيت. بس لما صحيت لقيت نفسي نايمة على الأرض قدام عتبة الباب بالظبط زي ما كان في الحلم. ازاي حصل ده؟ الله أعلم. كنت مرعوبة، وخصوصا ان اول مرة يحصل حاجة زي كده ان انا اعيش تفاصيل الحلم واتقمصه بالشكل ده. انا مش فاهمة فيه ايه، وحتى لما ماما صحيت وحكيت لها قالت لي: بقري قرآن وما تفكريش في الحاجات دي، وازاي تسمع اذان الفجر وما تصليهوش قبل ما تنامي. قلت لها: طيب ايه الحاجات اللي ما فكرش فيها؟ قالت لي: قصص الجن والعفاريت اللي بتقريها ليل ونهار، وحواديت الرعب اللي بتسمعيها ليل ونهار. قلت لها: الموضوع تسلية، بس اللي حصل ملوش علاقة لا بقصص ولا قصص مكتوبة ولا قصص اللي بنسمعها في الراديو. المهم بعد شوية سمعنا صوت عربيات الشرطة وخرجنا نشوف في ايه. اكتشفنا ان في راجل من سكان المنطقة عايش في الشاليه اللي قدامنا، لقوا جثته، مات بسبب أزمة قلبية، وكان عايش لوحده وما حدش قدر ينقذه. حاجة قالت لي: لازم تشوفي وشه، لازم تشوفي وشه. كنت بين نارين، هحاول جاهدا ان انا اشوف وشه واتصدم، ولا ما اشوفوش وافضل طول عمري خايفه ومرعوبه وقلقانه واقول يا ريتني شفته. دخلت في وسط الزحمه، استجمعت كل شجاعتي وشفت وشه. هو نفس الراجل اللي طلعت لي في الحلم. اقسم بالله انا عمري لا شفته ولا قابلته غير في الحلم. هل كان ان انا لما اروح كنت هنقذه؟ وتخذلت عنده. أنا عايشة في تأنيب ضمير رهيب. صديقة لينا بتقول: أنا عمري 18 سنة، تجربتي حصلت من 4 سنين بالظبط. وقتها كنت مش من النوع اللي بيخاف ومش بيصدق أي حاجة غير لما يشوفها بعينه زي ناس كتير. انا كنت زي ما بيقولوا طالعه لجدي، بحب اقرا كتير قوي، خصوصا في الحاجات الغريبه والكتب القديمه، وعرفت حاجات كتيره عن الجن وعن اسمائهم وانواعهم واماكنهم واسماء كتب السحر. بعد وفاه جدي رحت انا ووالدي بيت جدي نجمع الاشياء القديمه علشان نحفظها. لمحت زي ما يكون في كفن، ولقيت فيه كتاب واضح من الغلاف، شكله غريب وقديم. لما فتحت الكتاب حسيت برعشه، كان كتاب سحر حقيقي واصلي. لما والدي قلت له أخذ الكتاب واحتفظ بيه في درج في غرفة نومه وقفل عليه، وكان حريص عليه جدا لدرجة أنه حذرني من أني أقرب من الدرج أو من الكتاب. حاجة عمالة جواية تلعب في دماغي زي ما بيقولوا وتشجعني أجيبه وأقرأ فيه.
انتهزت فرصة ان والدي خرج في بره وطلعت الكتاب وبدأت اتصفح. اخدت الكتاب واخفيته داخل اوضتي الاول وما جبتش سيرة لاي حد قبل ما اعمل فيه اي حاجة. ولما بدأت اقرأ الكتاب مكتوب بخط الايد، مكتوب بحروف عربية ولكن الكلمات مش مفهومة، الحروف المكونة كلمات انا مش فاهماها، مكتوب على شكل ابيات او سطور بجوار كل بيت او سطر مذكور الغرض منه، جلب الغائب، العدد المطلوب للقراءة، عدد مرات القراءة 50 أو 100، وفي كمان طرق محرمة في استحضار ملوك الجن السفلية والعلوية، وطرق استحضار وتسخير الأميرات وملكات الجن والقرين والقرينة. أنا حسيت إن أنا وقعت على كتاب قيم جدا، وبرضو حسيت إحساس غريب وقلت هجرب أعمل حاجة من المكتوب وأشوف هيحصل إيه. استنيت أهلي خرجوا فيه وكانوا في زيارة لقرايبنا وهيرجعوا متأخر. دخلت الحمام، قفلت الباب، فضلت واقفة قدام المراية جوا الحمام وأنا معايا شمعة وفضلت أردد القسم ده. اسمحوا لنا إحنا هنحرف فيه شوية لأن هي بعتهولنا مكتوب بالكامل، فهنحرف وهنقطع منه أجزاء. أقسمت عليكم بحق ملوك الجن السبعة، بحق خدام، بحق السيد العلويين، بحق وإسرافيل، بحق برقان، وبحق والأبيض وعائنة والغنجمية. أقسمت عليك يا أن تحضر الآن في الحال والساعة وتجعلني أبصرك وأسمعك. إن هذا القسم عظيم جدا، أقسم عليكم به أن تقوموا بفعل وأن تتواصلوا معنا من خلال، زي ما اتفقت معاكم أن أنا هقطع وهحذف أجزاء من هذا القسم. نرجع لها تاني بتقول كنت بقول الكلام ده وأنا يعني لا خايفة ولا 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 قلقانة، يعني واخد الموضوع إلى حد ما بسخرية. النور قطع وأنا لوحدي في الحمام قدام المراية والشقة فاضية وأنا فيها لوحدي، قلت عادي صدفة مش أكتر. في اللحظة دي الشموع اتطفت تماما وأنا مرعوبة. رجعت أفتح باب الحمام، لقيت الظلام برا الحمام أشد من جوا الحمام، وحسيت برعب وخوف شديد جاي لي من برا الحمام وحاجة بتدفعني إن أنا أدخل. بصراحة رجعت الحمام تاني وقفلت الباب ووقفت قدام الحوض وقدام المراية، وبعدها نور شديد ضرب في الحمام ومش عارفة مصدره، وأصبت بحالة من القيء والترجيع الشديدة جدا، وسمعت صوت بيتكلم كلمات مش مفهومة ولكنه صوت مخيف وكأنه طالع من أعماق الجحيم. اتجمدت من الخوف وبدأت أصرخ وجريت برا الأوضة الحمام وأصرخ. دخلت أوضتي وقعدت على السرير وحسيت زي ما يكون حد ضربني بمنتهى العنف بكف إيده كده على ظهري، لا صوتي بيطلع ولا بيخرج. الخبطة اللي كانت على ظهري مش مجرد الألم، هو اللي كان تعبني، كان زي ما يكون اللي خبطني على ظهره على ظهري إيده زي ما يكون فيها شوك أو حاجة، لأنها شبه حسيت إنها عورت ظهري. فقدت الوعي من الخوف ومن الألم، ولما صحيت لقيت كلهم موجودين ولقيت الكتاب في إيد والدي وعاتبني جدا على اللي عملته. الحقيقة مش هقول لكم ان هو جاب حد بقى عشان يعكس اللي حصل، كل اللي حصل من اللي عرفته ان هو اتخلص من الكتاب، وفضلت اتعالج من ألم ظهري والجرح فعلا اللي تسبب فيه الخبطة او الضربة دي لمدة لحد ما تعافيت والموضوع انتهى. تعالوا نروح لمحمد في السعودية بيحكي وبيقول من مدة قررت أنا ومجموعة من الأصدقاء نطلع رحلة للصحراء للبر زي ما بنقول، ووقتها كنا في فصل الشتاء واخترنا نروح مكان قريب من جبل عند تبوك، وبيطلق الأهالي عليه اسم جبل الكلاب وهو معروف بقصص عن الجن والأشباح. كنت قلقان بس في نوع من المغامرة والتحدي. لما وصلنا عند الجبل ده حسينا كلنا برهبة، نزلنا من العربية وعملنا زي مخيم صغير وولعنا النار وبدأنا نحكي مع بعض ونهزر، واحنا قاعدين كل شوية نسمع صوت زي صوت شخص بينزل من فوق الجبل مع صوت تصادم الحجارة. تجاهلنا الصوت وبعدين قمت اجيب حاجة من العربية
وانا بجيب الحاجه من العربيه، طوبه صغيره خبطت في الازاز الجنبي، عملت شرخ، بس كانش دي القضيه. العربيه كانت بعيده. التفسير المنطقي الوحيد ان واحد منهم جه ورايا وبيعمل فيها مقلب. قلت لهم، انكروا لما رجعت وخلاص والموضوع عدى. كملنا سهرتنا وعلى اخر الليل قررنا نستريح وننام. ما قدرتش انام على طول وفضلت مغمض عينيا شويه بحاول انام، وكل شويه اسمع صوت حاجه زي حجاره بتقع من على الجبل، كان في انهيار في 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 الصخور. ففتح عينيا واطلع بره الخيمه وابص، مفيش اي حاجه. ارجع تاني الخيمه واغمض عينيا، الاقي الصوت تاني. على الساعه 2 كنت نمت، وسمعت وانا نايم، عارف لما تبقى نايم وتسمع صوت حد بينادي عليك ما تبقاش عارف ده حلم ولا حقيقه. سمعت حد بينادي وبيقول يا محمد يا اشرف يا فلان يا فلان بباقي اسامينا، بتنادي علينا واحد واحد بالاسم. فضلت اقاوم النوم علشان اصحى والاسامي بتتنادى علينا باسامينا. وصحيت لقيت الكل صاحي، ولقيتهم مولعين الكشافات وبيتساءلوا مين اللي بتنادي علينا. الموضوع ما كانش محتاج ذكاء عشان كلنا نعرف انها حاجه مش ادميه طبعا. الله اعلم ايه وبتنادي علينا ليه وعايزه ايه. فضلنا قاعدين كلنا في خيمه واحده في الاخر ومنورين النور، وطول ما احنا صحيين مفيش اي حاجه اتكررت. مع بدايه وبضوغ الفجر كنا كلنا مشينا. صديق لينا بيقول، من حوالي 20 سنه كان والدي في القاهره في زياره لصديق ليه عنده محل مخبوزات شهير جدا هناك، وفجأة حصلت خناقة بين اتنين عمال. واحد من العمال دول كان مظهره غريب، وبالرغم انه كان ساكت لكن ملامح وشه كانت كلها غضب. صاحب والدي فضل يهدي في الراجل ده بكل طريقة، وكمان بقية العمال، وواضح انهم كلهم كانوا خايفين منه. المهم لما الموضوع انتهى والناس اتصافت وتصالحوا، بابا سأل صاحبه عن سر الراجل ده، قال له انه ممسوس وشرب من مية النيل ونهر النيل نايم. بابا قال له ايه ده، انا مش فاهم يعني ايه نهر النيل نايم، اول مرة اسمع الجملة دي. قال له ان في صعيد مصر حكايه مشهوره ان جزء من نهر النيل بينام ساعه في الفجر يوم غير معلوم مره واحده في السنه، فين وامتى واي جزء محدش يعرف، والنهر بيبقى في الساعه دي المايه بتاعته بتبقى تقيله وبيقف عن الجريان، واي حد ولو بالصدفه شرب من المايه دي بيحصل له مس من الجن. دي اسطوره الله اعلم مدى صحتها من عدم صحتها. بابا ما صدقش الحقيقه، بس لما تابع الشخص الممسوس لقاه فعلا بيتصرف تصرفات غريبه، بغض النظر السبب بقى مية النايمة ولا الصحية اللي بيقولوا عليها. كان الشخص ده بيشيل أكياس دقيق ما يقدرش يشيلها غير خمس أو ست رجالة مع بعض، وهو بيشيلها لوحده، وطول الوقت بيحب يقعد لوحده ويفضل يبص هنا وهناك وكأنه بيكلم حد. بصراحة لما والدي حكالي الحكاية استغربت، ولما دورت على النت على تفسير الموضوع لقيت إن فيه كلام إن زمان كانوا بيعتبروا نهر النيل كائن حي ليه روح. الله أعلم بقى هل الشخص ده فعلا ممسوس بسبب الموضوع ده ولا بسبب شيء تاني، ولكن اللي أنا أقسم لكم على إنه حصل إن الراجل ده كان فيه صحة وقوة غير منطقية إطلاقا. تجربة جلال. جلال بيقول، بعد لما خلصت الجيش بدأت أدور على بنت الحلال عشان أكمل نص ديني زي ما بيقول. واحدة قريبتي رشحت لي بنت عندهم في المنطقة، رحت وتعرفت عليها وقال أهلها وحصل بينا قبول واتفقنا على الخطوبة. بعد لما خطبتها بدأت أحلم أحلام غريبة. حلمت مرة بخطيبتي بس شكلها كان وحش جدا، وشها مليان تجاعيد وشعرها مجعد ومنكوش وإيديها السودة مع أن هي بشرتها بيضة. كانت في الحلم واقفة جنبي على السرير وبتبرق لي وهجمت عليا وبدأت تخنق فيا لدرجة أن أنا حسيت باختناق وموت. ما أنقذنيش غير الاستيقاظ من النوم. مرة تانية حلمت بيها وهي قاعدة مع شاب غريب، والشاب ده بيكلمها وبيلبسها حاجة زي فستان أو عباية واسعة، وكان حواليهم ناس عواجيز واقفين عمالين بيراقبوا اللي بيحصل. وفي مره صحيت بالليل وانا حاسس بعطش شديد، ولكن لقيت عند باب الاوضه شخص مطموس الملامح. خفت واتغطيت وكملت نوم.
لما حكيت على الأحلام دي وجت السيرة قدام والدتي قالت لي ما تيجي نروح لحد من اللي بيفهمه في تفسير الأحلام، راجل شيخ ساكن في بلد جنب مننا. أول لما دخلت عليه بدأ يسألني وأنا أحكي له، بدأ يقرأ شوية وقال لي يا ساتر يا رب، بص يا ابني نصيحة مني، إياك تيجي ناحية البنت دي وبعد عنها وانساها. ليه يا عم الشيخ؟ يا ابني اسمع الكلام، في حاجات مش المفروض ان انت او انا او غيرنا نعرفها. لا ما هنا ما ينفعش اسيبها كده من غير ما اعرف، ومش هقول لها انا هسيبك من الباب للطاق. قال لي انت سمعت قبل كده عن الجن العاشق؟ قلت له طبعا سمعت وقريت، بس حضرتك انا مش خاطب عفريتة، انا خاطب بني ادمه، يعني انا كلنا بنشوفها. قال لي انا ما قلتش ان انت خاطب عفريتة، البنت دي عليها جن عاشق مؤذي جدا ومعاه خدم وأعوان، ومش هيسيبها أو هيسيبك في حالك، وهيأذيك وهيدمرك أنت وأهلك، وهيدمرها وممكن يوصل لقتلها كمان. ابعد عنها إنقاذا ليها، هي هتبقى كويسة وأنت كمان هتبقى كويس. ما كنتش مستقبل الكلام اللي بسمعه، مش مقتنع بيه بصراحة. مشينا من عنده، بعد كام يوم رحت أزور خطيبتي الزيارة المعتادة بتاعتنا أسبوعيا. وأنا هناك وأول لما دخلت عليها حسيت بصداع غريب مجرد ما حطيت برجلي جوه البيت. لما جت تسلم عليا حسيت بنفور رهيب جدا، مش طايق الطاقة اللي طالعة منها بتحرقني، كأنها قاعدة جنبي بيخرج منها نار. بدأت ملامحها قدامي تبقى ملامح بشعة مع أنها كانت بشوفها جميلة جدا، نظراتها ليا بقت بتخوفني. فجأة قمت مطرت زي ما بيقولوا كده، قلت أنا همشي. بدأت تقولي في إيه اللي حصل، هو أنا عملت حاجة؟ بمنتهى البراءة قلت لها لا مفيش حاجة، أنا تعبان ومحتاج أرتاح. روحت البيت ونمت لأني كنت حاسس أن أنا فعلا تعبان. ولما نمت حلمت بيها، حلمت تاني وكانت قاعدة في الأرض ومرمي عليها ملاية سودة كلها دم. بصراحة فكرت ان انا اسيبها، بس كانت صعبانة عليا، مالهاش ذنب، ومن مسؤوليتي ان انا افضل جنب منها في الظروف دي. رجعت للشيخ قال لي هاتها وتعالى طالما انت مصمم. اخدتها هي ومامتها ووصلنا عند الشيخ، كان وقت المغرب. طلب مننا نصلي المغرب بعد ما نتوضى، وبعدين جاب كوباية مية قرع عليها ورشها على وشها، زعقت فيه وصرخت وقالت له حرام عليك. الشيخ بدأ يقرأ عليها، وكان كل ما يقرأ عليها صوتها يتغير وترد عليه بكلام غريب. الشيخ كان بيكلم الشخص اللي هو شايفه كأنه الجن جواها، وبدأ يطلب منه أنه يطلع بدون ما يؤذيها. بدأت أسمعها هي بتتكلم بصوتها، مش بأصوات بقى تخينة وأجش والكلام ده، لا بتتكلم بصوتها بس بتقول أنا هموتها لكم، خروجي منها معناه نهايتها. وأنا كنت بتابع وعندي حالة صدمة. بدأ الشيخ يزعق ويقول له هتطلع منها بالذوق وإلا هتتحرق، وفضل يقرأ عليها كتير جدا وهي تهز رأسها وتصرخ صرخات رهيبة، وكل اللي عليها عمالة تقول هقتلكم وهقتلها لكم دلوقتي. بدأ الشيخ يصرخ أكتر أو يزعق أكتر ويقرأ آيات معينة من القرآن. أقسم بالله إن أنا شفت دخان في الأوضة معرفش مصدره إيه، وشميت ريحة أشبه بريحة الشياط. حسب كلام الشيخ بعد كده ان الجن خلاص كان على وشك انه هيتحرق، ومع بداية احتراقه هرب وخرج منها، وطلب مننا نروح له مرة كمان عشان نعمل جلسة تحصين بعد 6 شهور علشان نطمن انه مش هيرجع لها، لانه هو ما اتحرقش، هو مجرد هرب. لسه مكملين كلام معلمين على راديو 90-90، وبفكركم الجزء الأول من الحلقة تجارب حقيقية، والجزء الثاني قصة من روائع رعب القديم ولكن برؤية جديدة، رؤية 2020. ناس كتير بتفكر إن حضور الجن على جسم الإنسان بيخليه يفضل يصرخ أو يترمي على الأرض ويتشنك بدون سبب، لكن الحقيقة إن حضور الجن على الإنسان ليه أكتر من شكل. على سبيل المثال مثلا وليس الحصر، في حضور اسمه حضور الوسوسة، وهو حضور بيقولوا عنه متعب جدا للممسوس، وفيه الجن بيتسلط على الإنسان بالوسواس القهري، فتكثر عند المريض الهواجس والمخاوف ويفضل يتكلم مع نفسه أو مع حد مش موجود، ويبكي ويضحك أو يغضب بدون سبب، وهذا النوع من الحضور قد يدوم ساعات وممكن أيام كمان،
ومش معنى ده ان الوسواس القهري هو سببه الجن. الوسواس القهري بنسبة 99.9% هو مرض نفسي، ولكن 1/10 المتبقي من الممكن ان يكون ليه علاقة بالجن. حضور على جسم المريض، يتركز حضور الجن على عضو من اعضاء جسم المريض وبيسبب له الم فيه، الظهر مثلا او صداع، وممكن يفقدوا السمع مؤقتا او البصر. وده برضو مش معنى ان كل العوارض اللي بتحصل دي معناها ان ده الجن. في حضور كلي، وفي بيحضر الجن على جسم المريض حضور كامل وبيتكلم بلسانه ويتحكم في جسمه وحركاته وكل حاجة، لدرجة ان المصاب او الممسوس ممكن يسافر ويلاقي نفسه في اماكن غريبة، زي مثلا يلاقي نفسه صحي من النوم لقى نفسه في مقابر او في اماكن مهجورة. لكن النوع ده بالرغم انه مرعب وخطير، لكن ليه جانب ايجابي، وانه بيكون مؤذي للجن نفسه وبيضعفه وبيتسبب في القضاء عليه. يعني اكثر انواع الجن ضعفا بسبب المجهود اللي بيقوموا بيه هو حضور الجن الكلي. نروح لنهاد اللي بتحكي وبتقول: من اول سنة ليا في الكلية كنت ساكنة في مدينة جامعية في المنصورة. كنت ساكنة في أوضة في الدور الرابع، وكان معايا 2 زمايلي. ومن أول يوم سكنت فيه سمعت كلام عن إن من حوالي كام سنة مشرفة قديمة انتحرت في الدور ده، شنقت نفسها في حمام الدور، وكان السبب إن زوجها كان بيضربها دايما، وكان بيجي السكن أو المدينة وبيضربها قدام الناس. وفي اليوم ده بعد ما جه وضربها انتحرت. فضل الدور مقفول أكتر من سنة، مفيش حد راضي يسكن فيه، لحد السنة اللي فاتت تم إعادة تجهيزه وتبييضه وترميمه من الأول لتجهيزه للسكن من جديد. الكلام كتير، وبقيت أسمع اللي تقول إن الحادثة حصلت بجد، وناس تقول مفيش حاجة حصلت من الكلام ده، وكل ده زي ما بيقولوا إيه، إشاعات. الحقيقة فين؟ عند ربنا. بالنسبة لي أنا لا كنت مصدقة ولا مكدبة، أنا سمعت زي أي حد بيسمع قصة من باب العلم بالشيء. قعدت هناك شهر كامل ما حصلش حاجة الحقيقة، لكن في يوم كنت عاوزة أدخل أستحمى، جمعت حاجتي من لبس وفوطة وصابون ورحت على الحمام. الحمامات في المدينة بتكون في بعض المدن، يعني جزء كبير منها بتكون مشتركة. المهم دخلت ولعت النور وقفلت عليا الباب، ومجرد ما بدأت أفتح الحنفية والمية تنزل بدأت أسمع صوت خبط على الأبواب والشبابيك متتالي. لو كان الخبط على الأبواب بس كنت قلت صحابي بيحاولوا يخوفوني أو يعملوا مقلب، لكن الخبط جاي من عند الشبابيك خلاني خايف وترعب، وخصوصا أننا في الدور الرابع والشبابيك مصممة يعني في أماكن عالية ما ينفعش حد يقف قدامها. قفلت الحنفية ولبست هدومي وسبت باقي الحاجة بتاعتي وجريت خرجت برة. وأنا بجري ما كنتش شايفة قدامي، بس بطرف عيني لمحت زي حبل متعلق في السقف ومدلدل على الأرض. لما وصلت قطي وحكيت للبنتين اللي معايا حاولوا يهدوني ويطمنوني. واحدة منهم تطوعت وجات معايا عشان نروح نجيب باقي حاجتي اللي سبتها في الحمام. أول لما دخلت الحمام بصيت يمين وشمال ما لقيتش الحبل اللي كنت شفته. دخلنا الحمام نلم الحاجة، واحنا واقفين احنا الاتنين سمعنا صوت زي صوت عارفين التزييق بتاع الحنفيات القديمة لما تيجي تشتغل. بصينا لبعض احنا الاتنين وخرجنا وكنا خايفين جدا. الموقف ده حصل زمان، ولحد لما خلصت الجامعة مرضتش أحكيه، لكن فضل موجود في دماغي لحد يومنا هذا. وما تكررش حاجة تانية علشان ما كنش كدابة وببالغ، أنا حكيت لكم اللي حصل بالظبط. طب ما تيجوا نروح لأشقائنا في السودان عند منتصر اللي بيقول: أنا مش هعرف أصنف اللي أنا هحكيه، هي تجربة من التجارب اللي بتتقال في البرنامج ولا اعتراف بالذنب ولا ندم. من حوالي 10 سنين وقتها كان عمري 16 سنة. احنا ساكنين في بلد ريفية صغيرة، تقريبا كل الناس عارفين بعض، مفيش مشاكل والدنيا هادية. وفي يوم حوالي يعني بعد المغرب سمعت ميكروفون الجامع بيعلن ان واحد من اهل البلد اتوفى، والدفن هيكون بعد صلاة العشاء ان شاء الله. الميت ده اعرفه بس علاقتي بيه سطحية وبسيطة، راجل كبير في السن ومريض وقليل لما بيخرج من البيت، بس راجل طيب وفي حاله دايما، وكان من النوع اللي بيواظب على الصلاة، وكنت بشوفه دايما واقف في الصف الاول. المهم بعد لما سمعت النداء قعدت شوية ونزلت صليت عليه صلاة الجنازة ورجعت البيت ودخلت أنام. ولما نمت حلمت حلم غريب، حلمت أنه ظهر لي وقال لي: أنت تعرفني يا منتصر ولا لأ؟ قلت له أعرفك. قال لي: أنا لسه عايش، أنا في غيبوبة سكر وأهلي مفكرين أني مت واستعجلوا دفني، أرجوك روح بيتي وقول لابني الكبير اللي أنا قلته ليك، واطلب منه يرجع يخرجني من القبر فورا. قمت من الحلم مفزوع مش عارف ده حلم ولا رؤية ولا هواجس ولا أضغاث أحلام.
فضلت صاحي طول الليل مش عارف اتكلم ومرعوب لحد ما سمعت اذان الفجر ورحت بيت الراجل الميت. العزاء موجود والكراسي بس ما فيش حد قاعد لان احنا لسه في بداية اليوم. لقيت الابن الكبير نازل، رحت قربت منه وسلمت عليه وحكيت له على الحلم بالتفصيل والكلام اللي قاله لي والده وما على رسول الا البلاغ. نادى على باقي اخواته واستشارهم في اللي انا قلته ورأيهم ايه، يروحوا القبر ويفتحوه بناء على الحلم بتاعي ولا يعملوا ايه. انا نفسي كنت في حيرة يعني، واقف معاهم مش عارف اقول لهم يعملوا ايه. رفضوا فكرة نبش القبر ورفضوا ان هم يروحوا وقالوا لو كان لسه عايش على قيد الحياة وخرج من القبر حي وده امر مستبعد حسب كلامهم، الناس هتخاف منه وهيطلقوا عليه لقب البعاتي، ودي صفة مكروه في البلد عندنا ان هو ملبوس او ممسوس. كان تبريرهم بايخ جدا. فضلت اقول لهم ممكن يكون لسه عايش ودي رسالة. الابن الكبير قال لي كان اوقع انه يجي يبلغنا احنا بالرسالة مش يبلغك انت، ده غير ان احنا جبنا طبيب وقال انه مات، وطلبوا مني ان انا انسحب وما عملش مشاكل وبلبلة في المكان. بالرغم من مرور 10 سنين لحد دلوقتي انا مش عارف هما اخطأوا ولا انا اللي اخطأت ولا كلنا كنا ضحية رؤية او اضغاث احلام شيطانية. طبعا انتوا كنتوا مستنيين ان انا اقول لكم انه طلع فعلا مدفون حي، انا معرفش وما حاولتش اعرف بعد كده. لو عاوز تشترك معانا في برنامج اتوبيس السعادة، بفكرك البرنامج بيذاع على قناة دي ام سي كل يوم حد الساعة 11 بالليل، والاعادة كل يوم 4 الساعة 2 الظهر. ادخل حالا على صفحة اتوبيس السعادة مع احمد يونس، الصفحة على فيسبوك اسمها اتوبيس السعادة مع احمد يونس، اعمل لايك للبيج وادخل في الرسائل واكتب اسمك وبياناتك من فضلك. ياريت كلنا نعمل لايك لصفحة أوتوبيس السعادة مع أحمد يونس دلوقتي على فيسبوك. أنا دلوقتي هكون فاتح الصفحة وهشوف كم من المعلمين هيدخلوا دلوقتي ونواروا الصفحة. الصفحة اسمها أوتوبيس السعادة مع أحمد يونس. أنا ساكنة في مصر الجديدة، بس من زمان كنت عايشة في المنيا مع أهلي في بيت العيلة. كنا في منطقة ريفية، كنا في بيت قديم، وكالعادة في صعيد مصر بعد صلاة العشاء الحركة بتقل تماما في الشوارع، ده زمان يعني. كان عندي 17 سنة في الوقت ده وكل شيء عادي جدا. بعد كده بالليل بدأت في مرة أسمع أصوات كتير متداخلة ما بين صرخات وهمسات وهمهمات. كنت بسمع أصوات خبط على باب الدولاب من جوه. عارف يعني إيه تبقى قاعد في أوضتك وتسمع دولابك بيتخبط عليه من جوه؟ أكتر حاجة كنت هموت فيها مرة كنت رايح الحمام بالليل، وقبل ما أقرب لقيت صوت طرقات خفيف جاي من داخل الحمام المظلم والمقفول اللي أنا رايح أفتحه وأدخله. إحساس محدش يقدر يتخيله. كنت معظم الوقت أفضل تحت البطانية خايفة إن أنا أسمع أو أشوف أي حاجة، لأني كنت كمان لما بحكي لأهلي كانوا يقولولي ده كابوس ولي الأذكار قبل ما تنامي وما بيدونيش حل عملي. كانت حاجة مفزعة ومخيفة، خصوصا لما تحس إنك لوحدك وإنك لوحدك اللي بتتعرض للحاجات دي ومحدش بيسمع ولا بيشوف الكلام ده غيرك، ده غير ان الكل واخدها بسخرية وتريقة عليك. الاكتر من كده بقيت اشوف ظلال اشخاص في الاراضي الزراعية، كنت بشوفهم بيتحركوا الساعة 3 بالليل، اشوفهم على اضاءات اعمدة النور وشكلهم مخيف جدا. واكتر من مرة شفت عيون براقة زي عيون القطط ولكنها لاشخاص طوال القامة ليلا. مرة كنا سهرانين وكنت انا طالع فوق السطوح الساعة 12 منتصف الليل اجيب الغسيل لوالدتي، لمحت حد واقف على سور السطوح شكله ثابت جدا مش قادر افرق او اميز ده ايه. من شدة الخوف اتشليت، مش عارف اتكلم، مش عارف اصرخ، لحد ما تملكت نفسي ونزلت اجري. حكيت لهم وقلت لهم انتوا حكيت لكم قبل كده عن اني بشوف حاجات وناس غريبة وانتوا مش مصدقين. والدي خرج بسرعة ورجع معاه الشيخ الجامع اللي جنبنا. الشيخ قعد اتكلم معايا شوية وبدأ يقول أعوذ بالله من كل شيطان مريد، أعوذ بالله من كل شيطان مريد، أعوذ بالله من كل شيطان مريد، وطلب من والدي يجيب مسك ويملأ أركان البيت كله، وطلب من والدتي تجيب مية وحط فيها ملح وقال بعض الآيات، وطلب من والدتي تمسح أرض البيت بالكامل حالا. أمي وشها اتخطف تماما بعد ما كانت بتمسح الأرضية بتاعت البيت. تقول للشيخ أنا كنت بسمع صوت بنات بتستغيث وبتصرخ في وداني طول ما أنا برش المية اللي بالملح في أركان البيت.
الشيخ حط ايده على راسي وفضل يقرا، وانا حاسه بدوران ودوخه وحاسه بدوار رهيب والدنيا بتلف بيا. طمني في الاخر وقال لي انا مش عاوزك تركزي مع اي حاجه تشوفيها يا بنتي، الجن موجود في كل مكان وفي كل شارع وفي كل بيت، لما تشوفي حاجه بلاش تفكري فيها وحاولي تنسيها تماما. هما بينجذبوا اكتر للاشخاص اللي بيركزوا معاهم. صديقة ليها تجربة بتقولها طبيعة شغل والدي رحمة الله عليه انه كان دايما بيسافر ومتعود لما يرجع يجيب معاه هدايا والتذكارات من البلد اللي بيكون فيها. كان بيحب يجيب الحاجات المختلفة، زي مثلا في الخزف من سوريا، مصحف كبير من المملكة العربية السعودية، تذكارات اخرى من اماكن كتير يعني. وفرة من سفرياته لدولة في افريقيا رجع ومعاه قناع حجري. من طبيعة والدي إن كل حاجة بيشتريها بيبقى وراها حدوتة وحكاية ويفضل يحكي لنا عنها ويجمعنا ويحكي لنا ويقول اشتراها منين وبكام، ولكن القناعة ده بالذات هو ما كانش فاكر اشتراها امتى ومن مين، كان زي ما يكون فقد الذاكرة عنه. علقه على الحيطة في أوضة الصالون، بس بصراحة كان غريب الشكل، قناعة لامرأة أفريقية لها عيون سودة بنية أقرب إلى لون الأحمر الشديد. المريب أكتر إن القناعة كان دقيق جدا لدرجة إنك لما تشوفه تحس إنك قدام وش المرأة الحقيقي بكل تفاصيله، لدرجة انك تحس انها تنطق من كثرة التجاعيد الموجودة والواضحة حوالين العين والفم، وكأن القناع هو جلد وش حقيقي اتحط قدام منك. بالنسبة لي هو شكله غريب دقيق، مش خايفة منه او بديله اي اهتمام اصلا، لكن الكلام ده اختلف لما اتكلمت مع اخويا الصغير. اخويا الصغير كان مصاب بالتبول اللا ارادي، بس الشيء اللي لاحظته انه ما كانش بيبلل سريره غير عندنا في البيت، لو راح عندي او عند حد من قرايبنا كان بيبقى على طبيعته كويس جدا. وفي يوم صحيت من النوم بالليل لقيت اخويا واقف عند باب اوضته وبيترعش، زعقت فيه قلت له روح الحمام ما دام انت صاحي، فضل يعيط. رحت له لقيت وشه كله خوف وفزع، فكرت انه السبب في ده ان انا زعقت له، هديته لقيته بيقول لي انا عاوز اقول لك على السر. قلت له قول ما تخافش. قال لي انه بيشوف حاجة مفيش حد في البيت بيشوفها غيره، لما بيبص للقناع بيلاقي العينين بتبص ليه وبتبرق زي النار، وان العينين بتاعت القناع بتفضل تروح يمين وشمال وتتحرك طول ما هو بيتحرك وبتراقبه، والوش شافه بيتحرك اكتر من مرة من مكانه القناع كله. قلت له دي اوهام وتخيلات، مفيش حاجة اسمها كده، احنا اي صورة لو مصورين صورة بني ادم لو اتحركنا يمين وشمال هنحس ان هو بيبصلنا ورايح معانا بعينيه رايح جاي. لكن انا بعد كده بدأت اركز مع القناعة، وبمرور الوقت حسيت ان ورا سر او شيء مش مظبوط. وفي احد الايام وبالصدفة وانا ببص عليه شفت العينين اتحركت شوية كأنها بتراقبني، حرفيا اتسرعت زي ما بيقولوا. فزعت وغطيت القناع بقماشة كبيرة، وتاني يوم صحينا لقينا القناع واقع ومتكسر على الأرض، بالرغم من الخيط اللي متعلق بيه قوي جدا والمسمار اللي متعلق فيه ما وقعش مننا على الأرض، يعني القناع كده حد شاله كده وزي ما يقولوا رزعه في الأرض وكسره ميت حد. لحد النهاردة ما نعرفش ايه اللي حصل، بس بعدها أخويا قال لي ان اللي حصل هو ده كان الحل، لأن محدش كان هيقدر يكسره غير لما أنا شفت العينين المتحركة بنفسي. سألته مين اللي كسره، قال لي ناس طيبين بيجوا بالليل وبشوفهم كتير. نروح لمحمد متولي اللي بيقول حصل لي موقف مرعب من فترة بسيطة. أنا اسكندراني وكنت في محافظة تانية أنا أسرتي، وأجرنا شقة مؤقتة. المهم اول يوم دخلت اخد دش، الحمام كان الباب بتاعه في اقصى اليمين والدش في اقصى الشمال، والحمام نفسه في اخر طرقه طويله بعيد عن الغرف. خلصت الدش وطلعت لقيت ابني مالك الصغير واقف قدام الباب كانه عايز يدخل، بس لما لقاني طلعت فضل واقف باصص لي. قلت له هتدخل ولا اطفي نور؟ قال لي لا مش هدخل، انا كنت واقف ولما انت كنت بتشاور لي وبتعمل لي باي باي من ورا الازاز وبتقول لي تعالى. انا ما عملتش حاجه من الكلام ده على فكره. قلت له عملت ايه تاني؟ قال لي عملت بايدك كده حركه زي ان انت بتقول لي ان انا مجنون يعني. قلقت من كلامه. قلت له طب لما اعمل كده تاني ما تجيش عشان ما ينفعش حد يدخل على حد الحمام. بس انت اللي ناديتني. انا طبعا ما كنتش ناديته،
بس عشان ما يخافش قلت له معلش المرة دي كنت بجرب، هتسمع الكلام ولا هتعمل بقى الغلط؟ قال لي خلاص لما تناديني مش هرد. قلت له برافو عليك. الحقيقة أنا كنت مستغرب جدا، بس حطيت لنفسي مليون احتمال وتفسير لكلامه. بس كان المهم عندي في الوقت ده أنه ما يدخلش الحمام لو حاجة غريبة نادت عليه. صدقت ابني على فكرة، ما كدبتوش، ما قلتش أن دي تهيؤات أو خيالات والكلام ده. بالليل وبعد ما مراتي والأولاد ناموا قعدت أقرأ شوية، وعلى الفجر كده قمت أقفل البلكونة لأن الجو كان بدأ يبرد وحسيت بالسقع. سمعت صوت ابني جاي من الحمام وبينادي عليا وبيقول بابا تعالى افتح لي الحنفية أنا مش عارف أوصل ليها. ما حبيتش أدخل عليه وهو في الحمام وقلت له استعمل طيب يا حبيبي حنفية الحوض هي قريبة منك. لا تعالى افتح حالي. سمعت وقتها صوت المية اشتغل في الحمام، وبعدين مشيت وقلت ادخل اوضه الاولاد اقفل الشباك اللي عندهم عشان البرد. دخلت لقيت الاولاد نايمين ومالك كمان نايم وسطهم، نايم في سابع نومه، يعني مش مالك اللي كان بينادي عليا وهو في الحمام. طلعت من اوضه الاولاد ورحت ابص على الحمام لقيته مقفول ونور مطفي. تاني يوم بقيت حاسس ان انا مش طايق حد في البيت ولا عيالي، ده غير ان جسمي بقى كسلان وهمدان على طول، ومبقتش قادر اصحى للشغل. والاغرب كمان ان انا بقيت متاكد ان البيت مسكون، لان دايما بالليل بقينا نسمع اصوات عياط بصوت واطي جدا من غير ما نعرف جاي منين. اكتر حاجه بقى خوفتني انا شخصيا ان انا بقيت اشوف بالليل وانا نايم قط اسود كبير واقف زي الصنم بيبص لي، كنت بشوفه بين النوم والصحيان ويختفي لما ابدا افتح عينيا وفوق. كلمت السمسار عشان يغير لنا الشقه ونقلنا شقه جديده. الحقيقه ولحد دلوقتي انا مش عارف ايه معنى اللي حصل وايه سببه. انا شايف ان كان في شيء خبيث جوه الشقه الملعونه دي. لو عايز تتابع قصص رعب قصيره وحصريه ياريت تدخل على تيك توك احمد يونس AHMAD يونس YOUNESS، وده برضو نفس الاسم بتاعي في انستغرام احمد يونس اوفيشل. ياريت تعملوا فولو لي على انستغرام احمد يونس اوفيشل، او تكتب في انستغرام احمد يونس وهيطلع لك الاكاونت على طول، وتتاكد انه موثق وعليه علامه التوثيق الزرقاء، وكمان على تيك توك احمد يونس اوفيشل وتتاكد انه موثق وعليه علامه التوثيق الزرقاء. لو عايز قصص رعب حصرية على قناة أحمد يونس على يوتيوب، القناة اسمها أحمد يونس AHMAD يونس YOUNESS، فيها مثلا قصص مخيفة حقيقية يرويها المستمعون، مدة القصة الرعب دي أو الملف الكامل ده 2:36 في قصة أرفض هذه الهبة، موجودة حصريا على قناة أحمد يونس على يوتيوب. القناة اسمها أحمد يونس AHMAD يونس YOUNESS. نروح لصفاء أحمد، بتقول اللي هحكيه ما حصلش ليا لكن لوحدة قريبتي. هي متجوزة وعندها بنت وحيدة عمرها 6 في أولى ابتدائي. في يوم من الأيام اتأخرت بنتها في المدرسة وما رجعتش البيت. قلقت أمها واتصلت بسواق أتوبيس المدرسة تطمن عليها وقال لها إنها ما ركبتش معاه. قلبها وقع من الخوف على بنتها وراحت اتصلت على مديرة المدرسة قالت لها إنهم هيدوروا عليها، وبعدين اتصلت على زوجها تقول له اللي حصل. بعد شوية اتصلت عليها المديرة وقالت لها لقيناها. وكانت المديرة مرعوبة لأن ده طبعا تقصير من المدرسة. ركبت التاكسي وراحت على هناك، ولما وصلت لقت بنتها وعرفت من المديرة ان هما لقوها محبوسة في الحمام طول الفترة دي. اخذت البنت ورجعت مع زوجها البيت. بنتها كان وشها اصفر وبتتكلم بصعوبة شديدة وايديها برد زي التلج، رغم ان الايام دي في الفترة دي كان صيف. موجود على ظهرها من فوق علامة كبيرة زرقاء. حاولت تفهم من بنتها ايه ده وايه العلامة دي، قالت لها كان معاها جوه الحمام راجل اسود بيتكلم معاها وطويل. الام اتجننت وقالت بنتها اتعرضت لاعتداء بشكل ما من واحد موجود جوه. قالت لزوجها وخدوا البنت لدكتور وكشف عليها، قال لهم مفيش اي اثار اعتداء او حد قرب او لمسها اصلا. العلامه اللي على ظهرها دي احتباس دم من الفزع والخوف.
رجعوا البيت. أول لما البنت دخلت أوضتها وطفوا عليها النور علشان تنام، صرخت بهستيريا وفضلت تعيط وطلبت منهم إنها تنام ونور منور. سابوها تنام ونور شغال. بعد حوالي ساعة صحيوا من النوم على صوت صراخات البنت بتبكي تاني. راحوا جري على أوضتها، لقوها مرمية على الأرض ومتكومة ومتكورة على نفسها وبتصرخ وبتقول ابعدوا عني. والدها حضنها وفضل يقول لها مفيش حد هنا غيري أنا وماما. قالت لهم لا، الراجل اللي كان موجود في الحمام هنا موجود دلوقتي. فضلنا يوميا نصحى ليلا على الصراخ وتشنجات حتى وهي نايمة في حضننا. اتعرضت على دكتور نفسي كتب ليها مهدئات خفيفة تناسب سنها وقال لهم انها بتعاني من اضطراب ما بعد الصدمة. الام والاب ما صدقوش وكانوا حاسين ان الموضوع مش طبيعي ومش مسألة صدمة وكلام من النوع ده، لان البنت بيظهر على جسمها علامات غريبة من وقت للتاني. والدها جاب راجل روحاني البيت علشان يكشف عليها، والكلام معاه ومعاهم وبعد يعني دار، وقال لهم انها مصابة بمس وان في جن معاها نتيجة انها حست بخوف شديد يوم ما اتحبست في الحمام. بعدها جاب مية وقرى عليها وجاب ملح خشن، قرى آية الكرسي 7 مرات على الملح الخشن وطلب من البنت تشرب من المية، وبعدها رش الملح في كل ركن في البيت وعلى السلم من برة والعتبة، وبدأ يقرأ قرآن على البنت، وكل ما يقرأ كانت تغمض عينيها كأنها بتنام. وهو بيعمل كده ظهر برص كبير على الحيطة ورا ظهر البنت بالظبط، والغريب انه كان كبير عن احجام الابراص العادية اللي نعرفها، وكان واقف على الحيطة لا بيتحرك قدام ولا ورا، وبدأ يصدر اصوات غريبة. طلب منهم الشيخ محدش يقرب منه او يقتله وهو هيمشي لوحده، وفعلا البرص زي ما ظهر فجأة اختفى فجأة وخرج، وعرفوا بعد كده ان البرص ده مش برص اصلا، ده جن متجسد عليه. المهم بعد لما خلص أعطاهم مسك سائل وزيت زيتون ومية ورد، وطلب منهم يخلطوهم ببعض ويقروا عليهم سورة يوسف والجن والصفات، يوسف والجن والصفات، ويدهنوا بالخليط ده جسم البنت كله بعد صلاة العشاء ويسمعوا سورة البقرة كاملة، وإن شاء الله بنتهم هتكون كويسة. لو عندك تجربة عايز تشاركنا بيها في تجارب حقيقية، ادخل حالا على صفحة أحمد يونس على فيسبوك AHMAD YOUNES YOUNES، هتلاقي عليها علامة التوثيق الزرقاء وفيها حوالي 2 مليون مشترك، واكتب التجربة وبعتها لنا حالا على رسائلنا على الصفحة، أو ادخل على جروب عيلة أحمد يونس اللي فيه فوق 140,000 وبرضو شاركنا بالتجربة. كده خلصنا الجزء الأول من حلقتنا النهاردة، وهو خاص بالتجارب الحقيقية، وهي تجارب حقيقية 39، لأن المرة اللي فاتت احنا عملنا تجارب 40 واللي قبلها 38 وأنا اتلخبطت في العدد فبعتذر جدا، فالمرة دي تجارب حقيقية 39. لكن لسه عندنا جزء تاني من حلقتنا النهاردة، والجزء التاني زي ما قلت لكم قصة من الأرشيف قديمة جدا جدا جدا، أعيد صياغتها لأنها كانت قصيرة قوي فقعدنا صياغتها وتقديمها من أول وجديد، وإن شاء الله تعجبكم، وأنا عارف أنها ليها ذكريات بكل تفاصيلها معكم. خليكم معنا، ما تروحوش أي حتة، خليكم دايما على راديو 90 90.